دفتر حضور برضو حيكون معانا إن شاء الله بشكل توثيقي ومختلف وجميل. أنا ما هتكلم عنه كثير، أول حاجة نمشي نشوف الترويج ونعود. اليوم في حضرة فنان قامة قدم للأغنية السودانية الكثير، قدم في مجال التلحين والتدريس واكتشاف المواهب الجديدة. قالي عبد الماجد خليفة عبد الرحمن ود مدني محارج مارنجان، ما تزعل نحن أخوان، ولكن قصائدك ليست في مستوى النشر الآن. تطورنا شوية، بقينا نقعد في الجماير على شاطئ النيل بيت أبو قطاطي، شاعر أبو قطاطي. برضه هذه محطة بالنسبة لي كويسة جدا. بديت الإنتاج بتاعي 64. يا سلام. اعتبروني ملحن من 64. اللوحة دي أكرر أنه الفضل يرجع لعوض ما بكر. لو أنت رأيتني بالله صالحني. الإذاعة لها دور ومستمر إلى الآن، ودائما وفي ناس ليه حس بيسمعوا بس الإذاعة. نعم. لو ما الإذاعة ما نعرفنا. وضحكة رنانة بسمة ريانة. يا ربي ما تحرمت من الأطفال، يا ربي ما تحرمت من الأطفال. أحرزنا الجائزة الثالثة. نعم. أي. نحن الأطفال لنا شان ولنا في العالم وإخوان، أمن موفور وطعام وكذا وكذا كذا. الإنتاج 210 أغنية. يا سلام. قدرت ألم في 155 من المكتبة. ما حصل فارق قلبك وشوفك أملي على السلام. المبنى تغير. نعم. بس تحديدا كده بين الشباكين ديل كده، المكتب بتاعنا كان هنا وبنخش بالباب ده. أديتها أغاني. قام في أثناء ما بتحفظ في الغنى قالت لي مفروض يديك جديدة ذاك أغاني مرته ماتت. قلت لها وقف، قالت لي توقف قلبي دي فهيمة عبد الله. عيوني زهر فاطمة وعليك